السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على استعدادات الفصل الخريف ان شاء الله. كما كنعرفوا فصل الخريف كيطيح لنا الشعر، كيكون عندنا تساقط ديال الشعر، كيكون عندنا البشره جافه، كتكون عندنا بزاف ديال الحاجات. المهم هنايا كتبت لكم المنتوجات ديال الشعر. الى عجبتكم بحال هذه الحلقه هذه قولوا عليا ونكمل لكم التتمه ديال الجسم. هنا البنات عندي لكم بعض الحاجات اللي نقدروا نستعملوها من دابا الخريف الجاي، هذا الخريف هذا اللي جاي ان شاء الله، اللي حنا دابا قريب كما كنعرفوا غادي تسقط لنا الشعر ديالنا بزاف بزاف بزاف، حيت فصل الخريف فاش كيطيح لنا الشعر بكثره. وداكشي علاش خصنا نستعدوا، خصنا نديروا بزاف ديال المنتجات باش نوقفوا التساقط، وبزاف وناكلوا الفيتامينات وناكلوا الفانيد ديال التساقط باش ما يجينا التساقط ديال الشعر. المهم اول حاجه غادي نبدا لكم الشامبو. عندي شامبو ديال واحد الفانيد هنا، ولكن كملتو اللي غنخلي لكم الصوره ديالو هنا، ولكن غنبدا لكم بواحد الشامبو البنات اللي غادي تقدروا تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا ولا المحلات اللي كيبيعوا المنتجات ديال الكوافوره ولا المنتجات ديال البيلوكيريه. راه موجودين في جميع المدن في جميع الدول اللي كيخاصين كيبيعوا المنتجات ديال الكوافورات ولا بيلوكي. اول منتج البنات ديال التساقط هو هذا الشامبو هذا البنات، وهذا البنات كنت خديته في الخريف ديال العام الفايت، عجبني. ولكن الناس اللي عندهم الشعر ديالهم دهني بحال ديالي ما نصحهمش نهائيا يستعملوا هذا المنتج هذا، حيت هذا المنتج هذا مع الشعر دهني زائد الدهون اللي فيه غادي ما غاديش يدير لكم حتى شي حاجه، يعني يخليكم التساقط كما هو. هذا الناس اللي عندها الشعر جاف بزاف وكيطيح ليها نصحها تاخذه. راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو الثاني ديالو اللي كيليق الناس اللي عندهم الشعر دهني وكتجي فيه القشره بحالو، غنخلي لكم الفيديو لتحت باش تقدروا تشوفوا المنتج الثاني الناس اللي كيعانيوا من القشره والشعر الدهني. هاد الشامبو هذا البنات من صنع اسبانيا، وهنايا كيجي مكتوب باللغه العربيه، يعني ما غاديش ياخذوا مشكل الناس اللي يلاه جاوا لاسبانيا باش يعني يقراو المنتج. هنا البنات مكتوب منتج ضد تساقط الشعر، وفيه بزاف فيه غني بالفيتامينات وبزاف ديال الحاجات اللي يعني كيخلي الشعر قوي وما كيطيحش لينا الشعر ديالنا. بالنسبه للغات كيجيب اللغه الفرنسيه وكيجيب اللغه الاسبانيه وكيجيب الروسيه وكيجيب الايطاليه. المهم هذا غادي يكون موجود في جميع الدول هذه الماركه، هذه الماركه هذه. المهم كما قلت لكم هذا ما غاديش تلقاو عند شي واحد، غتلقاو عند اللي خاص كيبيعوا المنتجات ديال البيلوكيريا ولا ديال الكوافور. الناس اللي ساكنين في الميريا ولا اللي خيدو الميريا كابيتال غيكون عندكم بزاف ديال المحلات، غير خصكم تعرفوا فين كاينين. ولكن الناس اللي ساكنين في اللي خيدو البنات راه جا في جا ديك في ديك البلاصه حدا سيغورو سوسيال، ولكن نقرب لكم جا بحال جا حدا بيبليوتيكا، فهداك الشارع ديال بيبليوتيكا تما فين جاي هذاك المحل. دابا غادي ندوز نوري لكم المنتجات اللي كنستعمل منين كنخرج من الدوش الشعر ديالي باش ما يجي يعني باش يتوقف التساقط. هذا المنتج هذا وريته لكم من بدايه القناه، يعني مده 3 سنين يلاه تحليت القناه وريته لكم. كاين بزاف ديال الناس شراو صراحه هذا المنتج هذا، ما عمري سمعت شي واحد هضر عليه. وفاش وريته صراحه بزاف ديال الناس جربوه وعجبهم وانتشر في بزاف ديال الجروبات الاسبانيه. المهم كما قلت لكم البنات هذا اللي سميتو ريسوربيل، هذا ريسوربيل هذا كنت شحال هذه، يعني انا كنت عارفه من شحال هذه مده طويله وشاركته معكم في بدايه ديال القناه ديالي. الله هذه 3 سنين هذه يعني باش شاركته معكم. وبغيت نقول لكم باللي راه ما كيخطانيش، يعني دائما كناخذو سوى الخريف ولا اللي بغى يكون، يعني باش التساقط ميجيش يعني ميجينيش كثير. المهم التساقط راه البنات ماشي مثلا الا كيطيحوا لك صغف شعرك راه صافي خاصك تداوي، لا التساقط هو اللي كيطيح لك اكثر من العاده. وما غادي يطيح لنا الشعر ديالنا ما بين 150 حتى 200 صغبه، هذاك هو النورمال. ولكن الا كيطيح لك اكثر وكيطيح لك بزاف وكتشوفي باللي عندك برديده ديال الشعر بزاف، من الاحسن تستعملي هذا ريسوربيل هذا اللي كيوقف
تساقط مده سيمانه، يعني سيمانه غادي تشوفي التساقط وقف. ولكن بالنسبه للناس اللي غادير لك نهاريين نهار لا هذا لا، الا بغيتي اللي عندك تساقط مجهد استعمليه يوميا. هذا واخا كان شعرك ناشف ولا فازق ولا مردوش ولا مبعدوش، ما في حتى شي ريحه، فيه غير ريحه الكول. وهذا البنات انا ما كيدارش في الشعر، حيت بزاف ديال الناس جاوا قالوا لي راه نشف ليا شعري. انا ما عرفت واش هو خاص بهنا ولا خاص بهنا. هما قالوا لك هنا فين غادي تبقاي تشققي به الشعر ديالك، حيت هو كينبت الزغبه وكيوقف التساقط وكينبت الزغب من جديد، يعني كيدير لك الخلف شعرك. الناس انا ما فهمتش، انا الناس كاين شي بعض الناس اللي صراحه كيطلعوا لي الدم، هذوك الكومنتاريات اللي كيجيو كيقول لك راه حرش ليا شعري، ولا لا راه قالوا لك ديري هنا، ماشي قالوا لك ديري هنايا. كيجي فيه 250 225 ميسوربيل. البنات راه موجود في جميع الفارماسيات في اسبانيا، جميع الفارماسيات اللي مشيتو قلتو لي الريسوربيل غادي يعطي لكم. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فيا في الدول الاخرين راه شفتو كاين في اي باي وامازون، اي باي بزاف فشفتو. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي الثمن ديالو راه كتعطيهم 10 اورو، يعني 9 اورو قل سنتيم، قل هكا 5 سنتيم كيفاش كاين. المهم الحاجه الثانيه اللي خديت كجديد وبديت كنجرب فيه انا والاخت ديالي هو هذا ديال داير بحالو بحال سميتو، ولكن ما عرفناش واش فين نفعلو ولا لا. انتي كايدا ديال ميركادونا. هاد انتي كايدا البنات كما كتشوفوا هو سيروم اللي غنوري لكم دابا بحال اش كيجي. المهم البنات كتجي القرعه ديالو دايره بحال هكا، وهاد السيروم هذا ديال انتي كايدا اللي كيجي فيه كافينا وكيجي فيه بزاف ديال المواد اللي كيوقف لينا التساقط الشعر. بالنسبه للناس اللي غيسولوني ما بين هذا والريسوربيل شحال عطوني فيوكا، عطوني اكسيلينتي، يعني هذا واقيلا عاطيني بوينو وريسوربيل عاطيني اكسيلينتي، يعني جيد جدا، يعني ما فيه حتى شي ماده خطيره، وهذا كذلك ما فيه حتى شي ماده خطيره. ولكن ما قلت لكم هذا جبتو يعني باش نستعملو في هذا الخريف هذا ان شاء الله، ونشوف واش كيوقف التساقط. المهم البنات اللي بانت لكم شي حاجه ديال تساقط الشعر ديروها، راه الخريف غادي تندموا، الخريف غيبقى يطيح لكم الشعر ديالكم بكثره، يعني الشعر ديالكم بزاف. وبالنسبه للبشره باش نعالج البشره ديالي واللي اللون ديالها زوين وما توليش ناشفه، الحاجه اللي كنشرب ولا الحاجه اللي كان يعني بعد المده كتولي لك اللون ديالها زوين وكيكون موحد، وبالنسبه للشعر غيكون اللي كيفيدها. انا ما فادنيش في الشعر ديالي، يعني انا ما دار طولو ولا تساقط ما فادنيش، يعني التساقط ما وقفوش ليا انايا، الناس الاخرين ما نعرف، ولكن الطول زاد ليا في الطول والاظافر والبشره، انا جبتو غير على الاظافر والبشره. هو هذا البنات خميره البره ولا خميره الشاعر ولا ماشي كيقولوا ليها، المهم بسبنيوليا ليفادورا دي سيرفيسا. وهذا البنات راه هضرت لكم عليها في واحد الفيديو خاص اللي غنخلي لكم تحت من هذا الفيديو هذا، بالنسبه للناس اللي باغيه معلومه اكثر واكثر على هذا المنتج هذا وفين خديته والثمن ديالو، غنخلي لكم الفيديو لتحت باش تفرجوا فيه، حيت ما كاينلاش نضيع الوقت في هذا الفيديو هذا ونعاود لكم المعلومات من جديد. وبالنسبه لتساقط الشعر عندي لكم واحد المنتج اللي غالي شويه، ولكن هذا المنتج هذا قبل ما نوريه لكم غادي نقول لكم لابد تستشروا الطبيب ديالكم، خاصكم تمشيو عند الطبيب ديالكم وتقولوا ليه واش نقدر ناكل هذا الفانيد ولا لا، حيت الناس هنايا اللي كيشاهدوني راه ماشي كل الاغلبيه غادي يكونوا سانوش، الناس غيكونوا الناس كيشاهدوني اما فيهم فقر الدم، اما فيهم نقص في الحديد، اما فيهم مرض السكري، اما فيهم امراض اخرى اللي انا ما عرفتش، والله يشافي كل واحد فيكم. المهم بالنسبه البنات الدواء اللي غادي تشوفوا عندي دابا لابد قبل ما تشربوه استشروا الطبيب ديالكم على حسب المرض اللي عندكم، واخا ما مريضه تقدري تمشي تستشري الطبيب ديالك ما كاين مشكل. دابا راه ساهله البنات مع الفيروس كورونا وداك الشيء، زي غير التليفون وشدي السيطه عند الطبيب وقولي عليها من التليفون، قولي لها واش هذا الدواء واش نقدر نشربه ولا لا، ولا كاع ما بغيتيش تهضري مع الطبيبه ديالك قبل ما تشري في الفارماسيا وقولي لها واش نقدر نشرب ولا لا، شنو هما الاضرار ديالو. واخا انا بالنسبه لي ما عنده حتى شي اضرار، كلشي الناس كيشربوه، ولكن انا من الاحسن تستشروا الطبيب ديالكم اللي عندكم، هو ما فيهش شي حاجه خطيره ولا شي حاجه، ولكن انا ما عرفتش شكون اللي كيتفرج فيا دابا. وبالنسبه للناس القصيرات ما تشربوش الدواء حتى تقولوها لوالديكم. المهم الدواء البنات كما قلت لكم
هو هذا اللي سميتو فور بيل. هذا شاركته معكم بزاف ديال المرات في القناه، يعني من البدايه ديال القناه ديالي قلت لكم بلي هذا فور بيل هذا كيجي هو الشامبو ديالو، وكيجي فيه بزاف ديال سميتو من الداخل كما كتشوفوا، راه غير يعني مهزوز منه، يعني كاينين كابسولات اللي صافي كملوا ثلاثه. المهم كيجي فيه بزاف، كيجي فيه واقيلا ديك داك تراتامينتو ديال شهرين ولا 3 شهور كيجي في هاد الفانيل هذا، زائد الشامبو ديالو راه كمل ولحتو كمل ليا وكمل لختي. هذا فور بيل البنات راه موجود في جميع الفارماسيات ديال اسبانيا، خارج اسبانيا ما عرفتش. المهم هذا كما قال لكم كيغذي الشعر والاظافر، وقال لك فيه الفيتامينات ومينيرال. البنات كيجي داير بحال هكا، هذا ديال سميتو اللي كيجي فيه اللون ديالو الابيض والازرق. بالنسبه للشامبو ديالو الا كنتو كتاكلوا هذا والشامبو ديالو كتغسلوا بالشامبو ديالو الخاص، راه البنات غادي يطول لكم شعركم. بالنسبه للناس اللي كيحلموا الشعر ديالهم يطول، غادي يطول لكم بمساعده ديال هذا الفانيل، وغيقوي لكم الاظافر ديالكم والشامبو ديالو وكل شيء. يعني الشامبو الفانيل ديالو كي ما كيخلي الشعر يطيح، و ما كيخلي الشعر يطيح، وكيطول لكم كيزيد لكم في الشعر، يعني كيطول لكم في الشعر. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي الثمن ديالو ديك 39 اورو كاك، ولا يعني الا مشيتو اي ماشي اي فارماسي كيبيع نفس الثمن. انا فاش كنمشي لهاد الفارماسي كنسول، كنمشي للفارماسي الثاني كنسول والثالث، وكنشوف كل واحد والثمن ديالو، كاين اللي مخفض كاين اللي رخيص بزاف كاين اللي غالي بزاف، يعني كل فارماسيا كتبيع الثمن بشكل. نتوما الا جاكم غالي فهاد الفارماسيا سيروا سولوا في الفارماسيا الاخرين باش تشوفوا الاثمنه ديال كل فارماسيا، حيت ماشي كلهم كيبيعوا نفس الثمن. المهم كما قلت لكم البنات هاد فور بيل هذا كيطول الشعر وكيقويه ويعني شنو نقول لكم ما كيطيحش، يعني الشعر ديالك ما كيطيحش. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش لايكات، وشكرا بزاف حتى المره اخرى ان شاء الله. سلامه.